شو لسه بدنا غير هدول؟ بدنا جبنة ومكسرات. والله شعراتك حلوين، حاجة تطلعي عليهم. والله ما بعرف ليش أنا حسستهم مو حلوين. أنتي اسمعي شو عم قلك. والله لابقين لك كتير وبيجننوا عليك. أكيد مو قصدك تواسيني؟ لا ما عم واسيكي. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. بدنا جبنة. من أي؟ بدنا كيلو جبنة بيضة وقالب جبنة أشقوان، بس قطع لنا إياه لو سمحت. وكيلو جبنة صفرة إذا بتريد. تكرم عيونك. شكرا. هاتي. مهنا ردي لنشوف شو أخباره وين رح يسهر. ألو مهند، كيفك جميلة؟ منيحة، أنت كيفك؟ يعني ماشي الحال، وأخيراً بلشنا الشغل. أهلا وسهلا. شو شكلك مشغول؟ أنا مشان هيك ما اتصلت، ما حبيت إلهيك عن شغلك. كيف الوضع؟ والله مقبول، لساعتنا أول يوم شغل، يعني شوي شوي بتحسن الوضع إن شاء الله. وين سهرانين اليوم؟ والله لسه ما بعرف. انتو شو رح تساووا؟ عزمتنا زينب على العشاء. عمي حسين قصر انه يطبخ لنا اكلات طيب. هيك لكان. علي عزمكم كمان؟ ما رح تروحوا؟ لا والله. امي حابة انه نقضي السهرة مع بعض. وفي منا مالحة كمان. في بالقرفة كمان. ماشي. سألي بيقدر يجي. وانت شو رح تساوي؟ والله رح نسهر بالبيت، أصلاً رح كون كتير تعبان. شو عم بيقول؟ يعني مو رايحين لعند علي؟ لا ما رح نروح. كمان الأجانب رح يجوا اليوم ليشوفوا طريقة الشغل. بجوز نتأخر شوي. طيب أنت كيفك؟ عايشين منيح. كيف الوضع بالبيت؟ والله كل يلي هنيك مزعوجين. مباركة عالكل. بس خلص شغلي رح اجي ساعدك. ماشي، هاتي هدول الاكياس رح اخذ تاكسي. انا لازم روح وساعده لبابا. ها هاي تاكسي.
يلا بشوفك بشوفك، ما راح أتأخر عليكي. صحة وعافية. صحة وعافية، تفضلوا. الله يعوض عليكم وسنة مباركة أبو، شرفونا مرة تانية. جميلة حكت لزينب عن زواجي. اي منيح. من وقت ما اجت سمرة على البيت صرت واحد تاني، وشك ما عاد ضحك، ولك اشتقت لمهند القديم يا زلمة. وانا ما في داعي للبطولات، طلقها وظبط امورك مع زينب، واضح انك بتحبها، يعني ما انك مجبور تتحمل مسؤولية حدا. طيب ممكن تسكر على الموضوع بقى؟ تعرف مهند لو أنا مطرحها وصاير معي نفس الشيء كنت طلقتها وخلصت من زمان. هلو. هاي. هلو أخي. My name is Gunter Weber and he is my partner Peter Falk. We are coming to see your job. نعم. أخي هذول ضيوف الأجانب. مين؟ Are you مؤيد تكين أوغلو؟ هذا اسم أخوه. شكله هدول هنن الجماعة. مين بدك؟ مؤيد تكين أوغلو. لا أنا أخوه مهند. أنا مهند. I'm his brother. Nice to meet you. Nice to meet you too. Glad to meet you. وأنا علي. Oh welcome. Hi علي. Welcome. أهلا وسهلا فيكم. أهلين. Did you see? He has a cute logo here. Is this look like our logo? Yes, yes. And same our colors. It looks like our logo. عم يحكوا على البروشورز. We are coming to here to see the real job guide. And we have an interview with Miss Sinanir and Mr. Tekin Oglu. سمعتوا عم بيقول تكين أوغلو. فهمت يا غبي فهمت. Can I stay with my friend here to have lunch? Can I see the menu? أخي ما عم. Bring to me the menu, please. يا عمي على مهلكم شوي. بدي روح اتصل باخي مؤيد تكين اوغلو. ماشي تليفون. اي كولينج. ام كولينج مؤيد. لك تعال يا اخي. سيت هون سيت هون سيت 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 هون. والله حمستوني يا شباب، صار عندي فضول اعرف نهايه هالمشروع. لكن دعمنا بالعلامات يا دكتور. الف مبروك يا مؤيد. شكرا دكتور. والله انا بصراحه توقعت انك تقدم مشروع مثل هذا. شكراً لك. عنزلكم لحظة. أنت محظوظة كتير بهالشريك يا بانا، مشان هيك نجحتي. لا يا دكتور مو هيك. ألو ما ترد على تليفونك؟ شو القصة؟ لك في عندي هدول اللي من شركتكم. مين؟ أجوا لعندك الألمان؟ لعم على هالقصة هي لك، أنا كيف نسيتهم؟ لك يلا تعال هون بسرعة، ما عم نفهم عليهم شو عم بيقولوا. إيش جود جود. طيب شوي وجايين، حاول تلهيهم. ولك عم بقلك هني عم بيحكوا نحن عم نتطلع بوجوه بعض مثل الحمير، كيف بدي الهيهم بقى؟ كدبر حالك لبين ما اجي. قل لهم they are coming يعني نحن جايين، عم تفهم علي؟ لا ما حذرت، خلص رح اعطيهم التليفون وانت احكي معهم شو I am Sunday. خود. طيب رح شوف الدكتور وبرجع بحكي معك. Sunday man. ماشي؟ شو قلت سندي مان؟ جيتنا من اول يوم. شو عم تحكي ولا؟ قلت لهم انه بفهم بالشغل واني من يوم يومي رجل بسطة. Sunday man. لك انت بشو عم بتخبص وتحكي علي قال سندي مان؟ مو شايفه كيف عم يضحكوا عليك؟ تضحكوا لانه مبسوطين. فكرك ما بعرف انجليزي؟ تفضل احكي معهم لشو يتعلم. مؤيد دي از كامينج. مؤيد قادم. وي ار ويتينج. اوكي يس يس. مستر تكين اوغلو اند مس سينانير. مس سينانير is coming. Okay. Very good. Very good. لك عم تتمسخر علي. What did he talking about? I can't understand. Sunday man أهل.